في غايه الاهميه في الخرطوم. كان زياره اللواء عباس كامل قائم باعمال مدير المخابرات المصريه في زياره الى السودان، التقى بصلاح جوش رئيس المخابرات السودانيه، والتقى برئيس سوداني، التقى بوزير الدفاع، وزير الخارجيه، والمباحثات كانت مثمره كما قالت وكاله الانباء السودانيه سونا. الاجتماع ناقش اهميه التواصل بين البلدين والتحديات الرئيسيه اللي في المنطقه، خاصه مواجهه الارهاب. وفي نفس التوقيت اللواء عباس كامل في الخرطوم، والسيد سامح شكري وزير الخارجيه في جوبا في جنوب السودان. انا بس الخبر من غير شرح، مدير مخابراتنا في الخرطوم، وزير خارجيتنا في جوبا في جنوب السودان. واحد في شمال السودان، في السودان شمالي، واحد في الجنوب. واعتقد انه دور مصر، الدور الحقيقي لمصر في لملمه المنطقه على قدم وساق. واطمئنوا، لديكم من يخطط، لديكم من يعمل، الاتجاه جنوبا. كنا نقول وما زلنا نقول هو الامن القومي المصري.